تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. هذه الزيارة ما الهدف منها آية؟ ثانيا أبرز هذه التصريحات التي جاءت على لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. نعم محمد، بعد التحية، نحن نلاحظ بأن الزيارات التي تجرى من وزارة الخارجية الأردنية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة هدفها الرئيس هو القضية الفلسطينية، أيضا إيقاف عمليات الإبادة التي تحدث في قطاع غزة. نلاحظ من الصفدي في كافة التصريحات الصحفية بأنه يسلط الضوء على الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. كان هناك حقيقة تصريحات مباشرة مع نظيره الإستوني عندما قال بأن إسرائيل تقوم حاليا في الضفة الغربية عمليات استيطان هي الأكبر منذ أكثر من 30 عاما، وهذا يخالف القوانين الدولية، إلى جانب أنه يفاقم الأوضاع إن كان في فلسطين أو في الإقليم بشكل عام. ركز الصفدي أيضا بأنه في حال لم يكن هناك حل للقضية الفلسطينية فإن هذه الأزمة ستصل فعلا إلى الدول الغربية وأوروبا، خاصة بأنها القضية المركزية، وهذا يؤثر بشكل مباشر على جميع الدول إن كان في المنطقة أو إن كان بشكل دولي. أيضا ما تقوم به إسرائيل من عمليات إبادة في غزة، من جانب آخر عمليات التجويع التي دائما يذكر الصفدي بأن إسرائيل تستخدمها كسلاح من أجل يعني إقامة مجاعة، وهي حاليا واضحة وأصبحت على أرض الواقع من أجل يعني تجويع المواطنين في غزة، عمليات النزوح التي تحدث بشكل مستمر، إلى جانب أيضا يعني عمليات الإبادة التي بالأخص تأتي على الأطفال والنساء. جميع التصريحات الصحفية التي يقوم بها الصفدي تركز على هذه الجرائم من أجل تدخل المجتمع الدولي، كما أنت قلت بأن هذه القوانين يجب أن تسري بشكل كامل على كافة الجرائم التي قامت بها إسرائيل. ولكننا نلاحظ أيضا بأن الصفدي يركز في هذه الزيارات على الدول الأوروبية من أجل إطلاعهم على ما تقوم به إسرائيل من عمليات ومن جرائم من قتل، وأيضا من ناحية أخرى منع إدخال المساعدات بكافة الطرق. يطالب الأردن اليوم ومن خلال هذه الزيارات المستمرة، وكما أنت قلت سيكون هناك زيارات مع دبلوماسيين وكبار الشخصيات في أستونيا من أجل التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار، أن يكون هناك حل جذري للقضية الفلسطينية بشكل عام. استمرارية عمليات الاستيطان يجب أن تتوقف من أجل أن يعيش الفلسطينيين بأمن وسلام وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومن جانب آخر وهو الأهم حاليا إيقاف إطلاق النار في غزة، إدخال المساعدات، وأيضا التفكير جديا حاليا بعودة النازحين إلى مناطقهم وتأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والصحة، ومن جانب آخر يجب الحديث أيضا عن إعادة إعمار غزة. نعم نعم آية، خاصة أن هذه الزيارات ربما تكثف من جانب الأردن نتيجة لأن هناك موجة صحيح. أوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. في هذا الصدد هل هناك من إجراءات أخرى فعلا تتخذ من أجل الضغط على إسرائيل من جانب هذه الدول؟ أولا لوقف الحرب على قطاع غزة، ثانيا لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، وأن الأردن هي جهة لإدخال هذه المساعدات. فعليا محمد، نحن فعلا نلاحظ بأن الدول الأوروبية التي اعترفت في الأيام الماضية بدولة فلسطين هي كانت شوكة في للدولة الإسرائيلية. نلاحظ فعلا بأنه كان اعتراض على هذا الموضوع، لذلك يتم زيارات للدول الأوروبية خاصة الدول التي اعترفت بوجود دولة فلسطين. هذه هي نقطة ضعف الإسرائيليين اليوم، بأنه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يبين التأييد الكامل للقضية وللشعب في حق العيش، وأيضا في حق أن يأخذ كافة يعني سبل الحياة في أرضه. المساعدات من ناحية أخرى هي مستمرة فعلا، أيضا يعني الدعم الذي يحصل عليه الشعب الفلسطيني إن كان عن طريق الأردن أو مصر أو الدول الداعمة للقضية الفلسطينية هي فعلا مستمرة، إن كان بالزيارات التي تحدث للدول الغربية والعربية، وأيضا من ناحية أخرى المساعدات التي يستمر الأردن إلى جانب مصر في إيصالها إن كان يعني عن طريق يعني الإنزالات الجوية التي هي نوعا ما بشكل يومي تحدث في المناطق الأقل حظا، ونتحدث هنا عن المناطق التي تتواجد في الوسط في الجنوب في المناطق التي يتمركز بها العدد الأكبر من النازحين. بالتالي هذه المساعدات مستمرة، ولكن أيضا الجهود الدولية لا تتوقف من منطلق الزيارات التي تحدث للدول الأوروبية، اللقاءات المستمرة مع المسؤولين الغربيين من أجل كسب التأييد الكامل لإقامة دولة فلسطينية، وأيضا من أجل الدعم كضغط على إسرائيل حاليا حتى
وإن لم يكن ورقة الضغط هي إيقاف إطلاق النار، ولكن هناك ضغط بأنه فعلا هناك دولة فلسطينية، فبالتالي هذا سيؤثر فعلا في إضعاف الحكومة الإسرائيلية ودولة فلسطين كدولة متواجدة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أيا سيد، مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك يا أيا.